سريع منهم دكتور علاء مشرف رئيس اتحاد التنس الطاوله وعضو اللجنه الاولمبيه المصريه، والامبارح اللي برضو يعني جاب اسمه امبارح المستشار خالد زين في التحقيقات وقال ان هو ورا اللي بيحصل له. دكتور علاء مساء الخير. نور ازيك يا كابتن سيف؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، ونرحب يعني بالمهندس هشام وضيوفك يعني والكابتن ياسر ادريس مهندس ياسر. اهلا دكتور علاء. دكتور علاء، يعني امبارح في اثناء التحقيقات المستشار خالد زين قال ان في اسامي ورا يعني الامور اللي بتحصل له، ومنهم حضرتك والمهندس هشام حطب وسياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز والدكتور حسن مصطفى. والله يعني لو حد بيعمل حاجه غلط او احنا شايفين انه بيعمل حاجه غلط واحنا بنقول ان احنا عايزين نصلح هذا الخطا، دي حاجه تشرفنا مش حاجه تزعلنا يعني. تمام. انا مش شايف ان الكلام ده يزعل في حاجه خالص. سياده المستشار، ايوه انا 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 شايف ان في حاجات غلط في اداره سيئه اللي هي في اللجنه اللي في الميثاق الاولمبي بيتقال عليها باد جوفرنس، والباد جوفرنس ديت احنا المفروض انا في الميثاق الاولمبي لما اشوف باد جوفرنس عندي في مجلس اداره اللجنه الاولمبيه انا اقف قصاده، وده الصح، واحنا لينا الشرف ان احنا بنعمل كده. في تصريح لحضرتك ان لا تراجع ولا استسلام عن اسقاط المستشار خالد زين. انا بس يعني انا عايز الناس تفكر بمنطق كده، يعني فين المصداقيه اللي موجوده لما احنا نيجي نقول مثلا، انا هدي مثال دلوقتي، احنا مثلا خدنا قرار مجلس اداره واللي كان مصمم عليه ساعتها المستشار خالد قال ايه؟ كل واحد يلجا للمحاكم الغير رياضيه يتشطب تنتفي صفته، وهو ماضي تحت القرار ده بايده، واخد بالك؟ قرار مجلس اداره. طب انت المفروض انك انت مالكش صفه معانا بقى طبقا لهذا القرار. لكن انت لجأت للمحاكم العاديه، وريتك حتى بس لجأت للمحاكم العاديه، ده انت جيت لنا بالشرطه والبوليس وزقيت الباب ودخلت تقتحم اللجنه الاولمبيه بقوه الشرطه. يعني فين 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 المصداقيه في الكلام؟ تاني حاجه يعني واحد لما رفع القضيه الاخرانيه بتاعت الجمعيه العموميه اللي جوزي تنازل عنها، هو جه بعد ما خلاص لقى نفسه مش عارف يعمل فيها حاجه جاي يقول لي دلوقتي تنازلت عنها؟ لا، انت اتخذت عدم اختصاص وراحت محكمه شمال القاهره. ليه؟ محكمه شمال القاهره على ما تديها جلسه هيكون الجمعيه العموميه عدت. ما بيجيش يقول لي تنازل عنها بقى، انت اجبرت انك انت ما تعملهاش. هو حضرتك كنت موجود في اجتماع لوزان، هل طلب بالفعل المستشار خالد زين ايقاف الرياضه المصريه؟ مرتين او ثلاثه. مرتين او ثلاثه. ومتسجله بالصوت، يعني لو هو هينفي انا هطلع الصوت وهطلعها بقى، ومش تسريبات، ده صوت. وبعدين يعني انا ما رضيتش اطلع اي حاجه ان المهندس باسل عادل يعني ما كانش يعرف مثلا ساعتها. انا بعمل توثيق لاي حاجه بعملها يا كابتن سيف، انا راجل دكتور استاذ في الجامعه، استاذ جراحه مسالك يعني، وما بحبش لما بطلع مؤتمر بسجل المحاضره اللي انا بسمعها عشان اشوفها بالسلايدز بالبتاع بالتكنولوجيا اللي موجوده سواء بايباد او ايفون او اي حاجه. فانا يومها انا الكلام ده احنا هنتسال فيه وهنتعمل فيه، فانا مش عايز يفوتني حاجه. فانا ابتديت فتحت الايباد وعندي برنامج مخصوص مش لتسجيل بس، ده لما اكتب نوت يعمل سنكرونايزيشن ما بين الاوديو والنوت اللي انا بكتبه، بحيث ان اقدر اروح لاي حته في الاوديو في اي وقت بالنوت اللي انا كاتبه. تمام. فلقيت فالكلام ده اتقال فعلا. هل فعلا يا فندم حضرتك شاهد عيان على تدمير ملفات داخل اللجنه الاولمبيه المصريه؟ لا، انا ما كنتش يومها موجود في اللجنه عشان ابقى انا صادق، لكن انا اللي اعرفه حاجه واحده، الهارد ديسك اللي كان موجود جوه انا رحت بنفسي وانا اللي مشمع الاوضه ديت، لما لقيت كده لقيت الهارد ديسك ده ممسوح اللي هو بتاع العلاقات الخارجيه. تمام. لكن انا ما كنتش موجود، انا سمعت زي غيري القصه دي يعني، واخد بالك؟ تمام. لكن الحته الثانيه بس اللي انا عايز اضيفها يعني بعد اذن حضرتك، اتفضل. يعني واحد عايز يرجع تاني رئيس لجنه اولمبيه مصريه وهو مجمد وفي جمعيه عموميه لاسقاطه، لما رفع وطلب هو دلوقتي بينادي ان الجمعيات العموميه تبقى اعلى سلطه وان هي تاخد حقها وكل حاجه. لما جت الجمعيه العموميه هي اللي طلبت انها تسقطه، عايز يحجر عليها وراح للقضاء عشان يحجر عليها ويقول لك لا انت ما تتكلمش وانا ما ينطبقش عليا هذا البند. طب ده الجمعيه العموميه هي اللي طالبه. وبعدين راح جه اختصم جميع الاتحادات، واللي هو منير ثابت اللي هو العضو الدولي، والمهندس هشام حطم اللي هو قائد اعمال ده، والوزاره طبعا. فيعني لما اختصم الحركه الاولمبيه كلها وعايز يسدوا رئيس عليها، يعني انا دي ما شفت اكرم له يستقيل. يعني انا مش فاهم هو بيفكر في ايه يعني. تمام. بتمنى لحضرتك كل التوفيق، بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء مشرف عضو اللجنه الاولمبيه المصريه.